Aum, <Marvel> Aum, بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من الامور التي نهى الله تبارك وتعالى عباده الصائمين الذين يرجون بصيامهم هذا علو الدرجات عند الله تبارك وتعالى وتهذيب النفس والسلوك الى الحق لا اله الا هو هو كف السمع عن الاصغاء الى كل مكروه لان كل ما حرم قوله قد حرم الاصغاء اليه فحرام عليك مثلا ان تفوه بالكفر الا ان تريد نقده مثلا نقل الكفر ليس بكفر في هذا المورد اني اريد ان انقل كلام الكافرين حتى انقض عليه او حتى ابلغ او حتى استفسر عنه اسال اما لمجرد اني انقله يحرم. حيث حرم القول به حرم الاستماع اليه، حرم الاصغاء اليه. لأن الغيبة حرام، ان اغتاب احدا فكذلك الاستماع الى الغيبة امر محرم. طيب، كل ما حرم الاصغاء اليه هو امر قد حرم النطق به ولذلك سوى الله تبارك وتعالى بين المستمع للكذب وبين آكل السحت قال سماعون للكذب أكالون للسحت سماعون للكذب بنفس قوة الحرمة والشناعة والبغضاء لدى الله تبارك وتعالى يبغض هؤلاء الذين هم السماعون للكذب الاكلون للسحت. طيب احنا افتهمنا الاكل السحت اللي ياكل المال الحرام. زين؟ طبعا هذا مبغوض عند الله تبارك وتعالى. فما معنى ان يبغض الله تبارك وتعالى السامع للكذب؟ قال تلك معصيه وهذه معصيه. انا لم ارتكب شيئا يا ربي وانما اقعد بالمقهى مثلا او اسير بعد الافطار وهم ياخذون غيبه انا شو العلاقه؟ أنت من الذين قال الله فيهم ذاك البعيد سماعون للكذب. أنت لم تكذب، لم تغتب، لكن أصغيت إلى الكذب، أصغيت إلى الدعايات، أصغيت إلى تسقيط المؤمنين، إلى تسقيط عالم من العلماء، إلى تسقيط مذهب بكامله مثلاً. لم تشترك بالقول، لكنك أصغيت، سماعون للكذب. أكّالون للسحت. قال الباري تبارك وتعالى: لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت فحينما يقال الاثم الله تبارك وتعالى يقول لك لا تقف موقف الصاغي المستمع فقط بل يجب عليك ان تنهى اذا اردت ان تجرد نفسك عن هذه الجلسه الحرام مجالس البطالين اذا اردت ان الله تبارك وتعالى ما يشملك بكلامهم ما يشملك بالعقوبه وياهم فعليك ان تحدد موقفك، ان تبين موقفك فتقول اي رب حينما نطق فلان بالغيبه انا نهيته لم اقف موقف المستمع المصغي زين ثم يقول الباري تبارك وتعالى: انكم اذا مثلهم انتم اذا سكتوا عن قولهم الكذب وما نهيتوهم وعن اكلهم السحت اذا انتم مثلهم حالكم حالهم مشمولون بالعقوبه، مشمولون بالذم مشمولون وهذا اكبر حتى من العقوبه بالمقت الالهي. استشعروا ايها الاحباب واحنا في شهر الصيام استشعروا مره انت تخاف ان, أن تعصي الله تبارك وتعالى من عقوبه الله ان الله يعاقبك وهو شديد العقاب بلا شك يعني لازم تخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى. وتاره اخرى وهذه انا عندي يعني ليس في نظري فقط روايات عليها ايها الاخوه، هذا اصعب انك استشعر استشعر وهذا للاحرار اقوله كلام اقوله للمحبين لله، للسالكين طريق الله تبارك وتعالى. تارة انت تخاف عقوبة الله وتارة وهي الاكبر خف من مقت الله ان الله يبغضك، ان الله يكرهك والعياذ بالله هذا اعظم سوط يجلد به الانسان ان يكون مبغوضا لله تبارك وتعالى اللهم ادفع عنا غضبك ونقمتك بحق محمد واله الطاهرين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.